لا باش تفهم العمليه تموت عليه تموت عليه يا خالي واش الكلمه المعقول عادي 100 تموت صاحبي راه 100 عادي بحال هكا يهضر هو واش الكلمه وما داك اللي عطى مشى كنطلبوا جلاله الملك يطول فينا يشاهد بيه يشوف المسكين ولا يمنعنا من هالعيد كاع يمنعونا يحيدوا لينا في خضره عندنا العزر كاع الى حيدوا رانا كنشكروه يحيد لنا العيد كنشكروه وكان عديوا له كان احياء الملك في اشعل في الحوال نعم اسيدي راه بزاف هذا الشيء هذا ما يقبلوا لا الله ولا العبد زعما الصراحه هي هذه المسكين غيمشي بحاله ما بقاش واش المسكين غيعيد ب 100000 و 150000 84 و84 الاخرين ما ديروا في القميله شنو واجبك الله حنا راه حنا اش عندنا هنايا في هذه الخدمه راه حنا غا مساكن ما عندنا والو شحال تشد في الشهر؟ شحال نشد؟ نشد 30000 خاطر تشري حولي بيا؟ والله ما نشري حتى ب 60 نكذب عليك و 30000 ريال واش غنوكل ولادي؟ انا تقاعدي 30000 ريال اقسم بالله الا ما كاملاش 38 28 قالوا لنا المشاكل هذه راه المشاكل هذه راه بغاو يديروا لنا مظاهره هنا ديال هذا الشيء هذا الغلا الغلا الخضره الغلا الحولي الغلا المواد البوطه زادوا فيها 1000 فرنك 100 ما مالنا حنا على هذا الحال هذا كي غنمشيو واش غندبحوا راسنا وندبحوا ولادنا نمشيو اش غنديروا لولادنا لا اله الا الله محمد رسول الله رئيس الحكومه ورئيس الحكومه اخر النص غير عاد ما بقاش عندي الغرام والغرام ما بقاش عندي الدماغ والدماغ ما بقاش عندي انا رئيس الحكومه اخنوش هادشي خنوش اخنوش واش هذه راه خايف العشان عليكم الله يرحم الوالدين خصها تبقى تتباع والحوليه ما خصهاش تتباع الا بقات كتباع النعجه والحوليه يتقطع الحولي ما تبقاش كاع مره بسيفين يائين يعني هذا العيد ما غاديش يبقى هذا هو اللي كاين ابويا فهمتي السبب ديال الغلا هي النعجه كيدبحوها هي والحوليه الحوليه والنعجه ما خصهاش تبقى تتباع باش الحولي يولي رخيص هذا خويا 100000 تني هادو كنطلبوا 80 بحال هذا كان عاب 50 دابا ولات زاد النص بالنص بحال هذا كندير على 36 40 ولا ب 80 بزاف هاد الشيء هذا والسبب ديال هاد الشيء هذا هو النعجه والحوليه ما خصهاش تبقى تتباع هذا هو اللي السلام عليكم برك عواشر مغاربه كاملين من طنجه للقويره اخويا راه هنا داروا واحد لا بيبليسيتي بان السوق هذا راه غادي يعمر وغادي يكونوا فيه الحواله ودي ربعة الحواله و200 ديال الخلق هنايا فهمتي حولي ديال 60000 ريال سابقا تيقول لك هنا 140 وعطاوه 120 فهمتي باغي 140 وعطاوه 120 وباقي واقف هو هنايا اخويا راه بغينا شي التفاته حكوميه ماشي اخ نوش والفوقانيين يشوفوا لنا هاد المساله هادي اخ نوش حال ولا باقي باقي علاش انا هنا باش انا نحاول شرينا حولي اسبانيا عيان ما عندوش القرون باقي ما شريتش حولي دابا ما كاينش الخرفان هنا نهائيا دايرين باش شوف دور وتشوف ما كاينش كاع الخرفان فهمتي وسيدي حنايا بغينا شي التفاته تكون ملكيه فهمتي سيدنا الله ينصرو يشوف هذه المساله ديال المواطن واش موازين وبنادم فجايع ما مدوش العيد فهمتي ولا الحولي بمليون هما الناس ولات تهرب والناس ولات تهرب ولا تشري ضروبه فين عمرنا عقلنا حنايا شي ضروبه تتشرى تتشرى غير في العراسات ولا في المواسم ديال مولد الزرع دابا ولاو الناس تيشريو ضروبه تيتشاركوا كاين شي اضحيه فيها المشاركه وسيدي راه حنا مقهورين في هذه البلاد الله يرحم الوالدين واش من حل الحلول عارفين هما فهمتي الله يرحم الوالدين لما يشوفوا شي حل معانا عتقونا نحن نتوفق شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك.